والآن مع كلمة دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر. الحقيقة بعد كده هو هيقدم ضيوفنا الباقيين على المنصة. شكرا يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل كان حريصا كل الحرص على أن يشارك في هذا المؤتمر، وده شيء أسلك صدري وحسسني كثيرا بقيمة الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه. في البداية ايضا اسجل شكري وتقديري واحترامي لدولة المهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة المصرية على تفضله برعاية هذا المؤتمر الكبير والمهم. ايضا الشكر كل الشكر لمعالي الوزيرة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي على حرصها على دعم هذا المؤتمر وعلى حضورها إن شاء الله في جلسات المؤتمر. أنا بأكد أن التنمية اللي بتتم في مصر النهاردة بيشارك فيها وبيكون رأي فيها التنمية الاقتصادية هيئة الرقابة الإدارية، هيئة الرقابة الإدارية هيئة محترمة، ويكفي أن أقول أن هذه الهيئة تعمل دون محاباة ودون وساطة وتتعامل مع كل القضايا بشفافية كاملة، وكلنا بنشوف كل القضايا اللي هي بتقوم بكشفها هيئة الرقابة الإدارية. بنحيي سيادة اللواء خالد سعيد رئيس الإصلاح الإداري بهيئة الرقابة الإدارية وهي هذا الجهاز المحترم. طبعا أنا يعني بختم في الشكر بالنسبة للمنصة الكريمة برجل أنا يعني عايز أقول حاجة مش هنجامله لأن ما بقاش في وقت ولا سن يسمح بالمجاملة لينا كلنا. يعني أنا عندي وإحنا بنحط الدستور مصر يعني حطينا المادة 36 اللي هو احنا بنقول فيها ايه في الدستور دور رجال الاعمال في دعم المسؤولية المجتمعية ولدعم الاقتصاد الوطني ودعم المجتمع. المادة ديت المادة 36 في دستور مصر 2014. انا بشوف ان الاستاذ الدكتور حسن راتب هو نموذج لرجل الاعمال اللي بيقوم بدور المسؤولية المجتمعية، وطبعا في عدد لا بأس به من رجال الأعمال بيحزوا هذا الحزو وموجودين معنا في القاعة. دكتور حسن راتب يمكن حريص كل الحرص ان بيقوم بالدور المجتمعي بشكل راقي جدا. يعني هضرب مثالين ثلاثة مش هخوض أكتر من ذلك. المثال الأول ان هو في الوقت ان الدنيا كلها ما راحتش ناحية سينا ومعانا الأخ عبد العال من سينا، هو اللي راح سينا وراح عمل في سينا مشروعات، ممكن مشروعات تنموية زي مصنع الأسمنت. كون ان يعمل جامعة في سينا، طب مين اللي هيكون في سينا وهي جامعة بيتقال عليها دايما مش هيجيله منها ايه ولكن العائد او الامباكت ايه. العائد او الامباكت ان هو بينمي تنمية بشرية حقيقية لمواطني سينا، وده اللي بنشوفه. منح مجانية لطلاب جميع طلاب جامعة سينا بياخدوا منح مجانية في هذه الجامعة اللي هي بدأت ترفع المستوى الثقافي والفكري والتنموي في جامعة سينا. النهاردة ما يبدأ يمتد إلى الأنطرة شرق. النهاردة أما يجي معهد زي المعهد اللي احنا فيه، كان الراجل المحترم الدكتور كمال أبو الخير اللي هو الراجل العظيم اللي كان أنشأ هذا المكان وتحمل المسؤولية الدكتور حسن راتب، يمكن بدأ يتكلم بفكر جديد في معهد العالي التعاون. كل ما بنقعد معاه يقول لك ده مش معهد تعليمي بالفكر الضيق، ده معهد اجتماعي، معهد اقتصادي، معهد سياسي، نرفع مستوى الاداء، التعاونيات، الحركه التعاونيه، المجتمع الاهلي. حتى لما جه يشكل مجلس اداره معهد التعاون كان حريص تمثيل الاتحاد العام وتمثيل التعاونيات، يعني بيشغل فكر السوشيال ايكونومي اللي احنا كلنا بنامل ليه. الحاجه الاخيره بالنسبه له يعني حاول حاجه بسيطه وانا بعلنها دلوقتي، المؤتمر ده هو المعهد والدكتور حسن والجمعية اللي هو بالقصة هي المتحملة مصاريف هذا المؤتمر. أظن يمكن محدش كتير بيعمل ده في هذه الزمن. هدخل على الموضوع وبشكل سريع جدا. احنا النهاردة اجتمعنا، انا عامل كلمة مش هرتبط بيها كتير. هو الموضوع ببساطة احنا عندنا مادة في الدستور، المادة 218. المادة 218 هي المادة اللي ألزمت الدولة بوضع استراتيجي، خطة استراتيجية لمكافحة
قضية الفساد. ويمكن بسعد جدا أما بلاقي أي مادة من المواد الدستورية بتتحول إلى قوانين وتشريعات وواقع، فيمكن دي من المواد القليلة إن بعد الدستور ما تم الموافقة عليه بالضبط يوم 19 يناير 2014 في ذات العام تم تشكيل مجلس قومي لمكافحة الفساد، وتم وضع خطة استراتيجية قومية لمكافحة الفساد اللي هي سميت أو أطلق عليها 14-18. وهذه اللجنة القومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ثم تم تشكيل لجان فرعية في الوزارات والهيئات المعنية، وكان في لجنة انبثقت من لجنة اللي هي بالقصة سيادة المستشار محمد عمر القماري، وفيها الداخلية والخارجية والتضامن والعدل والأجهزة الأمنية المختلفة. فيمكن احنا النهاردة أما عادنا قلنا طيب المجتمع المدني في الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد في لها 10 أهداف. الهدف العاشر فيها هو دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. ده الهدف العاشر من الأهداف العشرة اللي موجودة في الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 14-18. فكان لابد ان احنا يكون لنا دور كمنظمات عمل اهلي في هذه القضية المهمة. فدعوة كريمة من السيادة المستشار محمد عمر القماري دعانا في اجتماع حضرت مع حضرته ومع اللجنة المحترمة، وتم ميلاد انشاء اللجنة العليا لمنظمات العمل الاهلي، واللي هي انا اشرف بان انا كلفت برئاستها، ومعانا معالي المستشار محمد عمر والدكتور عصام العدوي والدكتور حسن راتب وممثلين للجمعيات ومؤسسات الأهلية، عدد من الجمعيات ومؤسسات أهلية كبيرة والأمين العام للاتحاد. واللجنة فعلا بدأت تشتغل وحطينا أهداف محددة، وأول نشاط لهذه اللجنة العليا هو النهاردة. طب اللجنة العليا تعمل إيه؟ أولا هيبقى على غرار اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لجان على مستوى المحافظات. لجان على مستوى المحافظات هتسمى اللجان الإقليمية، كل محافظة الاتحاد الإقليمي مع الجمعيات المركزية والجمعيات على مستوى المحافظات هتشكل، وممثل على التضامن الاجتماعي هتشكل لجان إقليمية. اتنين احنا النهاردة جايين نعمل ايه؟ احنا جايين النهاردة هذا المؤتمر وهذه الجلسة افتتاحية، كنت بكلم مع معالي اللواء خالد سعيد، لن تكون جلسة بروتوكولية. دايما يعني جرت العادة اللي جلسات افتتاحية بتبقى جلسات بروتوكولية، لا مش جلسات بروتوكولية، دي جلسة يعني بنقول فيها كلام محدد، وهنسمع كلام هايل جدا من معالي المستشار محمد عمر بعد كده ومعالي اللواء خالد سعيد. فالمؤتمر ده مؤتمر مختلف، احنا كل يوم بنحضر مؤتمرات ونخرج بتوصيات ولا تفعل، انما النهاردة احنا جايين بنحط خطة تنفيذية. بشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.